حملة الانتقادات التي يتعرض لها من قبل وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وليدافع عن حياديته كوسيط أممي وعن شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي بعد فبراير المقبل في ظل تعثر الحوار وعدم إنجاز بقية مهام المرحلة الانتقالية. هناك حملة مفادها هو أن المرحلة الانتقالية تنتهي في فبراير 14 وتنتهي شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي. هذه الحملة التي تقودها بعض الأطراف هدفها هو إخلال البلبلة في اليمن. أصبح جمال بن عمر للأسف الشديد أنه أصبح لا يمثل المتحدة أبدا، فهو يمثل أطراف يمنية. أنني أقول قد يمكن جمال بن عمر يقود اليمن إلى حرب أهلية. ومع تعذر الوصول إلى حل للقضية الجنوبية والاتفاق على عدد أقاليم الدولة الاتحادية، تبدو قضية العدالة الانتقالية أكثر تعقيدا. ومثل طرح العزل السياسي ورفع الحصانة في أجندة الحوار ذريعة للحملة ضد بن عمر واتهامه بعدم الحيادية. نحن نقول لأخ بن عمر، أنتم حتى الآن لم تقولوا موقف واضح فيما يتعلق بالأطروحات التي تذهب نحو رفع الحصانة. أنتم لم تقولوا موقف واضح فيما يتعلق بالأطروحات التي تذهب نحو العزل السياسي. الأمم المتحدة لا تعترف يعني بأي حصانة مطلقة، لأنه أي عفو عام أو حصانة يجب أن تستثنى منها الجرائم المحرمة دوليا. في هذا الموضوع لسنا محايدين، لن نكون بجانب من يحن إلى الرجوع إلى الماضي. مراقبون يرون أن حملة الانتقادات التي طالت المبعوث الأممي تهدف الطعن في حياديته وتعبر عن قلق الأطراف التي تتبناها، خشية أن تتهم بعرقلة الحوار ويشار إليها بالاسم في تقرير بن عمر إلى مجلس الأمن. نأمل أن تكون إجراءات الأمم المتحدة أكثر حزما وأكثر شدة تجاه من يريد أن يعرقل مؤتمر الحوار، ليخرج المؤتمر الحوار بصيغة اليمن جديد. ولا شك أن الدور الأممي كان منقذا لليمن رغم تعامل البعض معه منذ البداية بحذر شديد، ولكن مع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني من نقطة النهاية بدأ البعض ينظر إلى بن عمر كخصم وليس كوسيط. حمود منصر، العربية، صنعاء.